سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد كيكه كتجي زوينه وبنينه وسهله. كنحتاجوا فيها ثلاثه البيضات، كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، نعبروا بالعبار ديال العنبه، وعندنا واحد ياغورت وجوج خمارات والدقيق. الدقيق من جوج ونص حتى لثلاثه على حسب النوع ديال الدقيق اللي عندك. والطبقه الفوقانيه كنحتاجوا فيها التفاح، اللوز هرمشو شويه، وعندي الزبيب والقرفه، ولا عندك حتى القرقاع ولا الكاجو ولا تحت هما زيديهم تما كيجيو زوينين. الكوك حتى يلا نبداو البنات، نديرو ثلاثه البيضات. الزيت ونزيد الياغورت. بعد البنات نديرو الدقيق، الدقيق البنات غربلوه هو الأول عاد ديروه. صافي البنات، انا جاوني غير جوج كيسان مزيانين، جاوني غير جوج كيسان هما اللي مزيانين دابا على هاد القوام. هادي كيكه ديالنا تكون
ثقافة البنات كتجي على هذا القوام هذا. كنخليوها ونجيو نحكو التفاح ديالنا في الحكاكة الغليظة، نزيدو عليه معلقة ديال القرفة والزبيب، تقريبا شي نص كاس هكاك ولا كاس كاع، كاس يكون صغير، واللوز، اللوز ولا اللي عندك، حتى الكوكا البنات كيجي معاها زوين. غير انا ما عنديش دابا، نخويو كيكة ديالنا دابا هنا في المول، حاولوا البنات حسوا يديكم الفوق باش تجينا من الفوق. بعد نقادوها في المول ديالنا، ونديرو فوق منا الخليط ديال التفاح والزبيب. هاتي القرفة البنات مع التفاح كتجي زوينة، كتجي فيها واحد الريحة وواحد المذاق غزال. صافي البنات دابا ندخلوه الفران، نخليوه حتى طاق مزيان من التحت تنفخ لينا، وعاد نشعلوه شويه الفوق يتحمر لينا الفوق. ها هي البنات كما كتشوفوا من بعد ما طابت لينا كتجي زوينه وما كتحتاج لا تقال والو، غير داك التفاح هو اللي ساقينا. نقطع لكم شويه باش تشوفوا كي كتجي من الداخل. هي البنات كتجي زوينه ومعسله، نتمنى تجربوها راه كتجي زوينه البنات، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد الكيكه. نتمنى البنات تشجعوني بواحد لايك وبواحد كومونتير زوين بحالكم، والبنات اللي باقي ما تابوناوش معايا دخلوا يتابوناو معايا وركوا على الجرس اللي كاين في الجنب باش اي فيديو تحط جديد يطلع عندكم. يلا البنات نخليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.